بيشرفنا دلوقتي الناقد الرياضي محمد الديك والحديث عن الصحافه الرياضيه قالت ايه بعد الماتش. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن. احييك واحيي كابتن وهارد لك. النهارده النتيجه يعني ما كانتش في صالحنا رغم الاداء المميز. الصحافه كابتن الصحافه العالميه تحديدا اشادت بتاع النادي الاهلي لحد دقيقه 70، بعد كده اتكلموا على فكره لقطه ضربه الجزاء بتاعت مارسيلو تحديدا، وقالوا ان مارسيلو بدهائه وخبراته الكثيره مع فريق ريال مدريد وخبراته في الدوري ابطال اوروبا وكاس العالم دبس، بمعنى صح دبس بيرستاو في ضربه جزاء وكانت لقطه التحول. الفيفا كابتن قال ان المباراه كانت قويه وتسبب النديه، والنادي الاهلي ضغط فريق الفلومينينسي خلال 70 دقيقه وكان ليه اكتر من فرصه، لكن الاداء القوي الدفاعي تحديدا من فرقه من خبرات لعيبه فلومينسي كان لها عامل السحر في المباراه. من الحاجات الثانيه برضه يا كابتن، صحيفه ليكيب الفرنسيه قالت ان فلومينسي يهيمن على المباراه بعد الدقيقه 70، واكدوا يا كابتن ان الفريق بطل امريكا الجنوبيه ظل تحت ضغط النادي الاهلي طوال هذه الفتره، ولاحت اكثر من فرصه للنادي الاهلي كانت كفيله ان هو يخرج فائز بهذه المباراه، لكن نقول الحظ شويه عدم التوفيق بتاع اللعيبه. ربنا مش رايد ان الاهلي حقق النتيجه كويسه النهارده. يعني الصحافه كلها تحديدا بتتكلم في هذه الجزئيه. برضه يا كابتن موقع لوس انجلوس الامريكي بيتكلم على فكره ذكاء مارسيلو وكاتبين كده مكر مارسيلو تحديدا في اللحظه بتاعه ضربه الجزاء. من الحاجات الثانيه برضه يا كابتن موقع صحيفه كيكر الالمانيه بتتكلم على ضربه الجزاء وتحديدا بيقولوا مارسيلو مهد الطريق، ان كانت نقطه تحول بالنسبه للفريق البرازيلي في هذه المباراه، وقالوا كمان ان النادي الاهلي كان مميز خاصه في خط الوسط وكان الاكثر سيطره على خط الوسط، الا ان المهاجمين فشلوا في ترجمه الفرص اللي لاحت ليهم خلال المباراه. كمان يا كابتن موقع اليورو سبورت قالوا ان الاهداف المتاخره منحت الفلومينسي نقطه التاهل او فرصه التاهل لاول مره في تاريخ مشاركاته في بطوله كاس العالم للانديه، وقالوا ان النادي الاهلي كان الافضل في الشوط الاول تحديدا وكان ليه اكثر من فرصه للتقدم في هذا الشوط. برضه يا كابتن من الحاجات الثانيه الصحافه البرازيليه بتتكلم على فلومينسي المذهل، تكلموا ان الفريق في اول مشاركات ليه في كاس العالم للانديه حقق الفوز على بطل افريقيا. برضه يا كابتن من الحاجات الثانيه اللي بيتكلموا فيها فكره فيليب ميلو المدافع المخضرم، كانوا بيتكلموا ان هو اللقطه اللي عملها او التاكلينج تحديدا اللي عمله مع بيرستاو كان نقطه تحول في اداء الفريق. كمان اتكلموا يا كابتن الصحافه الايطاليه تحديدا القت الضوء على اداء اللاعب وقالوا ان هو برغم سنه الكبير الا ان هو نجح في الحد شويه من المهاجمين بتوع النادي الاهلي. وده يا كابتن كان ابرز حاجه معانا في الصحافه العالميه. الصحافه المصريه بتتكلم على فكره النادي الاهلي النهارده لم يوفق وفي فرصه ان شاء الله ثانيه عندنا ان شاء الله فرصه المركز الثالث والرابع يوم الجمعه، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق المدينه البرونزيه كتعويض للماتش بتاع النهارده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعين. شكرا جزيلا يا ديك، شرفتني. شكرا لحضرتك.